للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من موسكو مراسلتنا أريج محمد، ومن كييف موفدنا عماد الأطرش. أبدأ معك يا أريج، إذا كريملين يقول ضرب مواقع عسكرية بأوديسا لن يؤثر على التصدير، لكن هناك رسالة ربما تود روسيا إيصالها من استهداف مواقع قريبة على الأقل من هذا الميناء. فيصل، بطبيعة الحال موسكو تريد أن تقول أنها تفصل بين العملية العسكرية التي تستمر بها وكما تسميها في أوكرانيا وبين العمليات الحربية التي تتواصل حاليا على محاور جنوبي وشرقي أوكرانيا وخصوصا في إقليم دونباس في مقاطعة دونيتسك حاليا، حيث تتركز وتنصب حاليا الجهود الميدانية الروسية على منطقة سلافيانسك ربما، وهو ما يندرج أيضا في إطار آخر تصريحات صادرة عن وزارة الدفاع كنا قد اطلعنا عليها منذ قليل، تحذر من مغبة إقدام القوات الأوكرانية على استفزازات باستخدام مواد كيميائية جديدة في تلك الناحية في ناحية سلافيانسك، وهو ما حذرت منه سكان تلك المناطق. فتقول وزارة الدفاع الروسية بأن كييف ربما لن تتوانى عن استخدام أكثر المواد سمية بما في ذلك مستغلة ارتفاع درجات الحرارة المصاحب لفصل الصيف الحالي في تلك النواحي وفي تلك المناطق. فيما يتعلق بما يقوله الكريملين والمتحدث باسم الرئاسة الروسية، وكما كنت قد ذكرت فموسكو تفصل بين العملية العسكرية الروسية والمستمرة في هذه الأثناء وبين الاتفاق الذي توصلت إليه مع جانب الأمم المتحدة فيما يتعلق بتصدير أسمدتها وحبوبها من جهة، بالإضافة إلى ما توصلت إليه مع تركيا والأمم المتحدة وعبرهما مع الجانب الأوكراني فيما يتعلق بتصدير الحبوب الأوكرانية من ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود. طبعا تقول كانت قد سبقت تصريحات الكريملين كما نعلم تصريحات للخارجية الروسية وأيضا لوزارة الدفاع الروسية التي تحدثت أيضا بشكل موسع وفي ذات السياق عن استهداف بنى عسكرية أوكرانية، واليوم فصل الكريملين بأن كان هناك ربما أيضا ذخيرة ومواد عسكرية تابعة موردة لأجانب الأوكراني من الجانب الغربي، وهو ما رأت موسكو ربما أنها يجب أن تستهدفه في إطار هذا الفصل بين الناحيتين، بين الناحية السياسية فيما يتعلق بتصدير الحبوب وبين العملية العسكرية، بالإضافة إلى ما فيه من رسائل في إطار ما تقوم به القوات الروسية بشكل يومي من استهداف لشحنات الأسلحة الغربية لمواقع المقاتلين الأجانب ولمستودعات الأسلحة الأمريكية والغربية على وجه العموم والتي هي بحوزة القوات الأوكرانية في الوقت الراهن. وأنا أنتقل من موسكو إلى العاصمة الأوكرانية كييف معك عماد، يعني السلطات الأوكرانية تقول أنها ستكون جاهزة لتصدير الحبوب خلال أسبوعين، ماذا في التفاصيل عماد؟ نعم فيصل، ربما أقل من أسبوعين حسب ما ذكر وزير التنمية وزير البنى التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف، وهو الذي كان ترأس الوفد الأوكراني لتوقيع اتفاق اسطنبول قبل ثلاثة أيام في تركيا. بطبيعة الحال هو قال بأن الموانئ المعنية وهي موانئ أوديسا طبعا في مدينة أوديسا وتشوموموسك ويوجني وجميعها في محافظة أو في مقاطعة أوديسا الجنوبية التي تقع في الغرب من البلاد باتجاه رومانيا ستكون جاهزة والاستعدادات قائمة للبدء بعملية التصدير. طبعا أعطى بعض التفاصيل أو أكد عليها مرة أخرى، وهي أن السفن البحرية الأوكرانية وخفر السواحل سيرافق السفن المحملة بالمحاصيل الزراعية إلى خارج المياه الدولية، ثم أن السيادة طبعا أكد على ضرورة الحفاظ على سيادة الموانئ الأوكرانية بطبيعة الحال، كما قال بأن الألغام ستنزع فقط من الممرات التي ستسلكها أو ستعبرها هذه السفن باتجاه المياه الدولية، ولن يكون هناك نزع تام للألغام الأوكرانية المزروعة حول الموانئ الأوكرانية في مياه البحر الأسود. بطبيعة الحال وزير الدفاع الأوكراني ذكر صباح هذا اليوم بأن قوات الجيش الأوكراني تمكنت في الأيام الماضية من إصابة أكثر من 50 مركز تجمعات ومستودعات ذخيرة للقوات الروسية بصواريخ الهايمرس بطبيعة الحال. وقبل قليل كانت هنا وزيرة الداخلية الألمانية سلمت الجانب الأوكراني هذه المعدات التي تراها فيصل، بالإضافة طبعا إلى أن وزير الدفاع الأوكراني قال
قال بأن بطاريات أو منظومة أو أسلحة مضادة للطائرات من نوع جيبارد الألمانية بدأت بالوصول إلى أوكرانيا، علما أن أوكرانيا أن ألمانيا كانت ذكرت قبل أيام بأن مسألة تسليم 20 دبابة من طراز ليوبارد المتطورة جدا ستكون في أبريل 2023، وهي طبعا فترة طويلة لن تنتظرها أوكرانيا لاستلام هذا النوع من الدبابات الحديثة. من كييف مفدنا عماد الأطرش، ومن موسكو مراسلتنا أريج محمد، شكرا لكما.